بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الماضية تكلمنا على الكوشنج سندروم، المحاضرة هذه حنتكلم فيها على أديسون ديزيز. طبعا الأدرينال انسفيشنسي اللي هو قصور أو نقص في عمل الغدة الكظرية. طبعا زي ما احنا عارفين الأدرينال كورتكس اللي هي القشرة تبعت الغدة الكظرية، بحكينا أدرينال كورتكس فانكشن، وظيفة القشرة تبعت الغدة الكظرية بتكون ان ادكويت تو ميت ذا نيد فور كورتيكال هرمونز، يعني بتكون وظيفتها غير كافيه ليش؟ لتلبيه احتياجات الهرمونات القشريه. طبعا الانسفشنس النقص هذا او القصور في عندنا نوعين منه، واحد برايمري والثاني سكندري. البرايمري اللي هو بيكون اديسون ديزيز، يعني مرض اديسون اللي حنتكلم عليه كمان شوي، والسكندري may be the result of adrenal suppression by exogenous steroid use، يعني قد يكون نتيجة لتثبيط الغدة الكظرية باستخدام الاسترويد الخارجي، الاكسوجينوس الخارجي، باستخدام الاسترويد الخارجي، يعني المريض بأخذ استرويدات، إبر، حبوب، شغلات زي هذه، تمام، هي اللي بتعمل سبريشن ليش؟ للغدة الكظرية. نشوف فلقة الأديسون ديزيز. طبعا الأديسون ديزيز يا شباب هو ايش؟ مرض بيصير نتيجة تلف، او يحدث نتيجة تلف 90% من الأدرينال كورتكس اللي قشرة الغدة الكظرية، مما يؤدي لايش؟ لحدوث نقص هرموني او هرمون الكورتيزول او الالدوسترون، تمام. بحكي لنا ادرينوكورتيكال انسفيشنسي يعني قصور في قشره الغده الكظريه، تقريبا 90% بتلاقي فيها تلف من قشره الغده الكظريه. بعدين اتوميون اور ايديوباثيك اتروفي، يعني هو بكون مرض مناعي، تمام، او ضمور بصير في الغده بكون ايديوباثيك، يعني مجهول السبب، مش معروف ايش السبب، مش معروف ليش الضمور، ايش صار وايش سببه. هذا اللي بنسميه ايديوباثيك اتروفي، يعني الضمور مجهول السبب، او بكون اوتوميون مرض مناعي. can be caused by inadequate ACTH from pituitary، يعني بيكون او يمكن ان يكون سببه عدم كفاية ايش ال ACTH. ال ACTH سجلوها ورقة جنبكم، ال A ادرينو، ال C كورتيكو، ال T تروبيك، ال H هرمون، ادرينو كورتيكو تروبيك هرمون، تمام. طب ايش هذا؟ نرجع بحكي لنا يمكن ان يكون بسبب عدم كفاية الهرمون الموجه لقشرة الغدة الكظرية، تمام. هذا وين؟ from من البيتوتري، يعني من الغدة النخامية، تمام. بعدين therapeutic use of steroid، يعني الاستخدام او استخدام علاجات الاسترويد، تمام. طب شوف المانيفستيشن، عندنا muscle weakness، ضعف العضلات، انوركسيا، فقدان للشهيه، عندنا dark pigmentation، يعني صبغات داكنه بتكون في الجسم، عندنا hypotension، عندنا hypoglycemia، نقص السكر في الدم، low sodium level، بكون مستويات الصوديوم في الدم منخفضة، عندنا هاي بوتاسيوم ليفل، مستوى البوتاسيوم في الدم عالي، كان ريزلت ان اديسونيان كرايسيس، ويمكن ان يؤدي لحدوث ازمة اديسون اللي حنتكلم فيها هالجاي. نشوف الاديسونيان كرايسيس يعني ازمة الاديسون. اول شغلة بحكي لنا سيركولاتوري شوك، يعني صدمة في الدورة الدموية بسبب ايش؟
عدم كفاية مستوى الأكسجين في الأنسجة. كمان عندنا بكون في بالور، شحوب apprehension، خوف weak and rapid pulse، بكون النبض ضعيف وسريع، rapid respiration يعني تكبنية and low blood pressure hypotension. عندنا headache، عندنا nausea، abdominal pain and diarrhea. can be brought on by overexertion يعني يمكن أن يسبب أو يمكن أن يسببه الإجهاد إيش المفرط أو الزائد والتعرض لإيش exposure to cold التعرض للبرد أو acute infection التهابات حادة أو decrease in salt intake أو انخفاض في تناول الأملاح. طيب نشوف الاسسمنت اند دايجنوستيك فاندينج يعني التحاليل التشخيصات والتقييم. تمام، بحكي لنا اول شغله في التشخيصات التحاليل اللي بدنا نشخص فيها بدنا نعمل ايرلي مورنينج سيرم كورتيزول اند بلازما اي سي تي اتش ار بيرفورم يعني بدنا نسحب عينه للكورتيزول والبلازما تبعت الادرينوكورتيكو تروبيك هرمون يعني الهرمون الموجه لقشرة الغدة الكظرية، نسحب عينة لكن early morning في الصباح الباكر، وهذه العينة حتبين لنا ايش will distinguish between primary and secondary adrenal insufficiency يعني حتميز لنا بين قصور الغدة الكظرية الأولي البرايمري وبين السكندري. تمام، بحكي لنا ان برايمري will have elevated ACTH level and below normal cortisol level يعني في البرايمري هيكون عندنا في ارتفاع للACTH وفي عندنا انخفاض لمستوى الكورتيزول، لكن if the adrenal cortex is not stimulated هذه احذفوا لنا اياها لانه في لها رقم نشية. تمام، في ارقام بوكس كامل ارقام نشية. خلينا نشوف البلاد شوغر ليفل اند الكترولايت فاليوز، بده يكون نشوف نسبة السكر والاملاح الموجودة في الدم. تمام، نشوف المانجمنت. اول حاجة عندنا ريستور سيركيولاتوري ستاتس، من نستعيد حالة الدورة الدموية وننشط الدورة الدموية، كمان الفلويد السوائل اللي في الجسم والأملاح اللي في الجسم نحاول نخليها للوضع الطبيعي والمعدلات الطبيعية اللي في الجسم، كمان الاسترويدز الاسترويدات اللي احنا بناخدها لازم الأمور تكون في معدلها الطبيعي. كمان بحكي لنا we need antibiotic infection precipitate crisis يعني ممكن احنا نحتاج كمان نعطي مضادات حيوية اذا في امكانية او في سبب لنا لحدوث التهابات او الالتهابات هذه سوت لنا ازمة. تمام، we need lifelong steroid therapy and mineral corticoid therapy، بحكي لنا انه ممكن احنا نحتاج العلاج تبع الاسترويد هذا مدى الحياة، وممكن كمان نحتاج المينرال كورتيكويد ثيرابي. كمان ميني اديشنال سولت انتيك، ممكن كمان نحتاج لتناول كميات اضافية من الملح، ومنا نعمل تشيك للاورثوستاتكس بدنا نعمل نقيم كل امور الجسم. بعدين بدنا نضيف شغلات للديلويت انه نوزن المريض بشكل يومي، وبدنا يكون عندنا اوير ذا ستريسور كان بريسبتيت كرايسيس انه الضغوطات، وننتبه انه ونحذر انه الضغوطات والتوتر والاجهاد والقلق ممكن يؤدي لحدوث ازمه في حياه المريض. وكمان ميديك اليرت براكليت or similar identification of history، ممكن كمان احنا نلبس المريض
صورة التنبيه الطبي لحالة المريض، بيكون مكتوب عليها إنه المريض هذا عنده أديسون ديزيز، عنده هايبوكالسيميا، عنده مش عارف إيه، عنده دمه أملاحه، عنده سكر، عنده ضغط، بيكون كل البيانات هذه موجودة. كمان بدنا نعمل سيميلار ايدنتيفيكيشن اوف هيستوري، وبكون مكتوب عليها ومحدد عليها التاريخ المرضي للمريض. نشوف النيرسينج انترفينشن فور بيشنت ريسيفينج ستيرويد ثيرابي، بدنا نشوف التدخلات التمريضيه لايش؟ لمريض بياخذ علاج الستيرويدز. اول شغله بدنا ننتبه عليها اللي هي البريفنتنج انفكشن. اول شغله كمان بالبريفنتنج انفكشن بدنا نهتم فيها انه بحكي لنا الستيرويد ما افكت ذا سيركوليتنج بلاد، انه الاسترويد هذا او قد تؤثر الاسترويدات على مين؟ على الدورة الدموية، resulting in decrease eosinophil and lymphocyte، مما يؤدي لايش؟ لانخفاض decrease للايزونوفيل ولايش؟ للليمفوسايت. ايش الايزونوفيل؟ هي ايش؟ مجموعة متنوعة من خلايا الدم البيضاء، وبتكون احد مكونات ايش؟ الجهاز المناعي في الجسم. والليمفوسايد برضه زي ما انتم عارفينها. كمان عندنا انكريز ريد سيلز، زياده في خلايا الدم الحمراء، اند انكريز انسيدنس اوف ثرومبوفليبايتس اند انفكشن. وكمان عندنا الخلايا زياده في الخلايا. طبعا الليمفوسايت يا جماعه انتم اكيد درستوها في الاناتومي او درستوها في مش عارف وين في التشريح. الليمفوسايت يعني الخلايا الليمفاويه اللي بتكون اصلا مصنوعه من النخاع العظمي، بتدخل في جسر الجهاز المناعي. increase incidence of thrombophlebitis and infection، يعني زيادة حدوث أو فرصة حدوث الالتهاب الوريد الخثاري بنسميه، يعني بيلتهب الثرومبوفليبايتس بصير التهاب في الوريد وبعدين بتكون جلطة في الوريد، هذا بنسميه ثرومبوفليبايتس، التهاب مع وجود جلطة في الوريد. Encourage the patient to avoid crowds and the possibility of exposure to infection، نشجع المريض انه يتجنب الازدحام واحتمالية التعرض للعدوى او الاماكن اللي فيها التهابات او اماكن ممكن الواحد يكتسب عدوى منها، بيبعد عنها خصوصا الاماكن المزدحمة زي الايام هذه في قصة كورونا، انه الواحد بتجنب الازدحامات على اساس انه يتريح. تمام؟ بعدين encourage exercise to prevent venous stasis، بدنا احنا نشجع المريض انه يعمل رياضة على اساس يمنع الركود في الوريد وما يتحولش الركود هذا للستيسز الموجود في الوريد لحدوث جلطات. دائما نخليه يعمل رياضة حتى لو هو نايم، يحرك ايديه ويحرك مفاصله ويحرك رجليه على اساس نحرك الدورة الدموية ونمنع الركود الدم. Be aware that sign of infection or inflammation may be mask fever, redness, swelling. بحكي انه ننتبه على العلامات تبعت الالتهابات او العدوى، انه ممكن تكون فيفر حرارة واحمرار، والسويلينج اللي هو الورم. كمان practice and encourage good hand washing technique and asepsis، بدنا ندرب المريض ونشجعه على الآلية انه كيف هو يعمل هاند واشنج، كيف يغسل ايديه وكيف كمان يعقم ايديه ويعقم حاله. طيب نشوف كمان هلقيتها بريفنتنج نيوتريشنال اند ميتابوليزم كومبليكيشن، بدنا نمنع مضاعفات
الحالة التغذوية، يعني سواء ويت لوس فقدان الوزن أو زيادة الوزن أو المشاكل الأكل والشرب، أن ميتابوليزم كومبليكيشن والمضاعفات تبعت عملية الأيض أو التمثيل الغذائي. أول شغلة عندنا إنه بدنا ديترماين نحدد whether the patient needs assistant in dietary control، بدنا نحدد إذا كان المريض بحاجة للمساعدة في التحكم وتنظيم الأكل والشرب تبعه ولا بحتاجش. كمان الستيرويدز من كوست ويت جين، إنه زي ما إحنا بنعرف الستيرويدز أو الكورتيزون، بتلاقي إنه الناس بيقول لك أنا أخذت الكورتيزون هذا ونفخني، أخذته ونفخني، تمام؟ بتلاقي واحد الطبيب كتب لها كورتيزون، أول سؤال بتقول يا دكتور أنا نفخت، أنا نصحت، تمام؟ من وراء الكورتيزون. فهنا الاسترويد ميكوس ويت جين، إنه الاسترويد بزود الوزن and an increase in appetite، وبزود لنا كمان الشهية عند المريض وبضل يأكل كتير. كمان encourage high protein، من نشجع المريض على أخذ أكل ووجبات غذائية تكون عالية في البروتين وعالية في الكربوهيدرات، لأنه because steroid affect protein metabolism، لأنه الستيرويد هذا بأثر على إيش؟ على عملية الاستقلاب أو الميتابوليزم تبعت البروتين. There may be negative nitrogen balance، وكمان بأثرنا على توازن السلبي للنيتروجين، يعني إنه كمية النيتروجين اللي بفرزها الجسم بتكون أكبر من كمية النيتروجين المبتلعة، أكبر من كمية النيتروجين اللي بياخذها الإنسان عن طريق أكله وشربه، يعني بطلع نيتروجين كتير لكن بدخلش لجسمه نيتروجين بشكل كافي، اوكي؟ على اساس هيك بيكون عندنا نيجاتيف نيتروجين بالانس. بعدين بحكي ان نكرر ذا بيشنت تو تيك سترويد وذ ميلك اور وذ فود، بدنا نشجع المريض انه ياخذ الاسترويدات هذه مع الحليب او مع الاكل، لانه بيكوز سترويد انكريز سكريشن اوف جاستريك اسيد، لانه الاسترويد هذه بتزود لنا الافرازات تبعت الاحماض المعده، and have an inhibiting effect on secretion of mucus in the stomach، وبتقلل لنا او بتثبط لنا ايش؟ بتثبط الافرازات تبعت المخاط او افراز المخاط اللي في المعده، وممكن كمان تسبب لنا ايش؟ كوز بيبتيك ألسر، بتسبب لنا قرحه في المعده، تمام؟ يعني نحكي للمريض انه خذ الاسترويدات هذه مع الحليب او مع الاكل، لانه الاسترويدات هذه بتزود لنا افراز حمض المعده ولها تاثير على تثبيط وتقليل افراز المخاط في المعده اللي ممكن يسبب لنا قرحه في المعده. كمان شيك فاستنج بلاد جلوكوز ليفل، بدنا نفحص السكر للمريض وهو فاستنج، تمام؟ ايش يعني فاستنج؟ يعني هو صايم، راندم معناها عشوائي، وفاستنج معناها هو صائم. عندنا الاسترويد بريسيبيتات جلوكونجينيسيس اند انسولين انتاغونيزم، يعني الاسترويدات هذه بتسرع وبتعجل من استحداث السكر وبتعمل ضد ايش؟ الانسولين، مما يؤدي لايش؟ لحدوث هايبرجليسيميا، يعني الاسترويدات هذه بتسرع وبتعجل من استحداث او تكوين او تخليق السكر، وبتعمل ضد عمل الانسولين اللي بزود السكر اللي بقلل السكر، فبالتالي راح يرفع عنا نسبة السكر ويصير عنا هايبرجليسيميا. كمان عنا الجلوكوز يوريا، وجود الجلوكوز او السكر في البول، وديكريز كربوهيدرات توليرانس، انه بتقل او انخفاض قدرة الجسم على هضم الكربوهيدرات. كمان تمبرر انسولين انجكشن ما بي نسيسري، وممكن يكون انه
لازم نستخدم حقن الأنسولين المؤقتة، يعني مش على طول، على أساس إنه نخفض إيش الهايبرغليسيميا، نخفض الهايبرغليسيميا، نأخذ أنسولين بشكل تمبراري مؤقت على أساس لحد ما تعدي المرحلة الخطرة. تمام، نشوف observing for bone complication، بدنا نشوف الملاحظات تبعت مضاعفات العظام، في عندنا possibility of pathologic fracture، يعني ممكن يصير عندنا احتمالية أو إمكانية حدوث كسور مرضية، يعني بسبب مرض معين أو بسبب الاستبروسيس، تمام، أو لين العظام، تمام، هذا بنسميه pathologic fracture، يعني كسور بسبب مرض ما، لأنه الاسترويد affect the musculoskeletal system، إنه الاسترويدات هذه بتأثر على الجهاز العضلي الهيكلي أو العضلي العظمي، مع إمكانية يعني أو مما يسبب causing potassium depletion and muscular weakness، مما يسبب لعملية استنزاف أو استنفاذ أو استنفاذ، خلينا نحكي استنفاذ، لإيش؟ للبوتاسيوم وضعف العضلات، وضعف العضلات. الاسترويد كمان cause increase output of calcium and phosphorus which may lead to osteoporosis، يعني الاسترويدات كمان بتأدي لزيادة إنتاج إيش؟ الكالسيوم والفوسفور، which may lead to osteoporosis، وممكن تؤدي لحدوث هشاشة العظام. الاستبروسيس هو المقصود، ممكن نقصد فيه الباثولوجيك فراكشر، اللي هي الكسور المرضية بسبب مرض معين، أو هو الاستبروسيس هشاشة العظام. كمان أدمنستر عديد هاي إن كالسيوم أند بروتين، بدنا نعطي أكل ونظام غذائي يكون فيه غني بالكالسيوم وبالبروتين. كمان recommended program of activity of daily living ال ADLS، هذه هي ال activity of daily living، activity daily living، تمام، and weight bearing، يعني بدنا نوصل التوصية ببرنامج أنشطة، أنشطة الحياة اليومية، يعني بروح بأكل بشرب لحاله، بتحمم بدخل الحمام، بيعمل تمارين، نوصي انه يعمل يمارس حياته بشكل طبيعي، ما يضلوش نايم على الفلسرير وضله خامل، يعمل حاله برنامج، and weight bearing انه يحاول انه يحمل شغلات، انه يعود جسمه، لانه في عنا بصير muscular weakness، ضعف في العضلات، ونورمال رينج اوف موشن، ايش النورمال رينج اوف موشن؟ يعني اذا بتذكروا ايام ما كنا في الابتدائي، اي امام المد عاليا جانبا، قديش هذه الرينج تبعتنا؟ بدي الف ايدي من فوق لتحت او من جنب لفوق، هذا بنسميه الرينج اوف موشن، يعني المدى الطبيعي للحركه، حركه الايد، حركه الرجل، لانه بعد فتره بصير تيبس في الايدين او في الرجلين، او بطل الانسان قادر انه يحرك ايديه بشكل طبيعي، او يفتح رجله او يفتح ايده بشكل طبيعي، او بمسافة طبيعية او مدى طبيعي. كمان unsafe repositioning for the bedridden، ومن نعمل له اعادة تموضع او التموضع الامن لعند النوم، او لما نحطه في السرير، على اساس ما يأذيش حاله، ما يكونش في خطر على صحته. كمان في عندنا avoiding electrolyte disturbances، يعني بدنا نتجنب عدم التوازن في الاملاح. عندنا اول شغلة restrict sodium intake and increase potassium intake، بدنا نقيد تناول الصوديوم، ومن نزود ايش تناول البوتاسيوم، لانه احنا قبل شوي حكينا في السلايد انه بصير عندنا استنفاذ للبوتاسيوم، استنفاذ للبوتاسيوم، وين استنفاذ، هي كوزنج بوتاسيوم ديبليشن،
يعني البوتاسيوم بخلص اول باول، فاحنا بنروح هنا ايش بدنا نعمل؟ بدنا نقلل ونحد او نقيد من الصوديوم، ومننا نزود من البوتاسيوم او تناول البوتاسيوم في الاكل وفي الشرب. كمان عندنا المينرال كورتيكويدز ديفر فروم اذر استرويد، بحكي لنا انه المينرال كورتيكويدز بيختلف عن مين؟ عن الاسترويدات الاخرى. resulting in sodium retention مما يؤدي الى ايش؟ حدوث احتباس في الصوديوم and potassium والبوتاسيوم depletion والاستنفاد البوتاسيوم اللي حكينا قبل شوي. كمان ممكن كمان يعمل إديمة ويعمل ويت جين، يعمل إديمة ويعمل ويت جين زيادة في الوزن. كمان ليمون جوس، عصير الليمون بيحتوي على كميات عالية من البوتاسيوم ان لو صوديوم. تمام، احنا الهدف انه في هنا بوتاسيوم ديبليشن استنفاذ البوتاسيوم، فانا بدي اروح اعمل زيادة لايش؟ للبوتاسيوم في الاكل والشرب، واقلل من الصوديوم لانه الصوديوم هيعمل لي ويت جين وهيعمل لي اديمة. تمام، فبقلل منه وبزود من البوتاسيوم، على اساس هيك باخذ كمان عصير الليمون. وافويد سلاين، بدنا نتجنب المحاليل النورمال سلاين محلول الملحي as diluents in preparing injectable medication، بدنا نتجنب تحضير العلاجات او الابر عن طريق نحللها او نخففها، نعملها ديليوشن او ديليوتد، نخففها بالمحلول. ليش؟ لانه المحلول النورمال سلاين هذا فيه صوديوم، واحنا حكينا انه احنا بدناش صوديوم، نخلي الصوديوم له ونزود البوتاسيوم. طب النورمال سلاين هذا في صوديوم، فاحنا ما بدناش نعمل له ديليوتد او نحلله في الصوديوم، لانه الصوديوم بدناش نعلي. بروح بحلل العلاجات فيش؟ في مي مقطرة. اوكي، كمان شيك بلاد بريشر فريكوينتلي، يعني بدنا نفحص الفيتال الضغط بشكل مستمر، and with the patient daily انه نوزن المريض بشكل يومي، observe for edema وبدنا نطلع هل في إديمة عند المريض او فيش إديمة عند المريض. في عنا كمان في النيرسنج انترفنشن بدنا نعمل مونيتورنج البيهيفير رياكشن، يعني نراقب التفاعلات او ردود الفعل السلوكيه عند المريض. واتش فور كونفرجن سيزر، بدنا نراقب نوبات التشنج او الصرع الموجوده عنده، سبيشالي ان شيلدرن وخاصه عند الاطفال. ريكوجنايز اند ريبورت اني مود ذات ديفيت فروم ذا يوجوال بيهيفير باترن، من نتعرف على اي حالة مزاجية تنحرف او تختلف عن مين؟ عن انماط السلوك المعتادة عند المريض، وندونها ونسجلها ونبلغ عنها. تمام، ريبورت unusual behavior، بدنا كمان نبلغ عن اي سلوك غير معتاد، يعني مش متعود عليه المريض يعمله او يسويه، او hunting dreams او احلام مؤرقة او مزعجة بحلم فيها بصير يحكي عليه، او withdrawal اللي هي الانسحاب او الانطواء من بطل يقعد مع الناس، بطل يتكلم مع الناس، or suicidal tendency او الميول الانتحارية suicide يعني انتحار، الميول الانتحارية، فكر ينتحر، فكر يشرب دواء، فكر الشغلات هذه بنسجلها وبندونها بلاش تكون عامل خطر لحياة المريض. نشوف كمان اللي preventing stress reaction، نمنع ردود الفعل تبعت التوتر والإجهاد والقلق اللي عند المريض. أول شغلة recommended that the patient carry an identification card that indicates steroid therapy and name of healthcare provider، يعني من نوصي المريض أنه يحمل
بطاقة، البطاقة التعريفية أو بطاقة الهوية تبعته بكون فيها العلاج اللي بأخده من السرويدات أو اسم مقدم الرعاية الصحية تبعته، وزي ما حكينا إنه يكون لابس السوارة أو يكون معاه بطاقة تعرف والله إنه هذا المريض عنده كوشن سندروم، عنده أديسون ديزيز، عنده ضغط، عنده سكر دم، وهيك كل الشغلات هذه الطبية، ومع مين بتابع، اسم المستشفى اللي بتابع عندها أو الطبيب، ورقم التواصل أو الاتصال به. كمان be aware that steroid affect the hypothalamic pituitary adrenal system. بدنا نكون على علم بانه السرويدات هذه بتاثر على الغده النخاميه والكظريه. This affect the patient ability to respond to stress. وهذا بياثر على قدره المريض على الاستجابه للضغوطات اللي عنده. وكمان advise the patient to avoid extremes of temperature. ننصح المريض انه يتجنب درجات الحرارة العالية، وكمان الانفكشن الالتهابات and upsetting situation، والمواقف اللي بتكون مزعجة في حياته او بتضايق منها يتجنبها بشكل كامل. اخر سلايد عندنا في محاضرتنا preventing injury and promoting healing، لنمنع الإصابة وحدوث أو ونعزز الشفاء عند المريض. instruct the patient to avoid injury، من أن ننصح المريض أنه يتجنب الإصابات أو أي شغلة بتعرضه للخطر. وكمان الستريس التوتر النبي يبعد عنه يتجنبه، والسيفتي بروكوشن يعمل اجراءات سلامه والاجراءات الاحتياطيه يعملها سواء في اكله في شربه في لبسه في مشيته في نومه، لانه بدناش يتعرض لاي خطر. بيكوز سترويد انترفير وذ فايبروبلاست اند جرانيوليشن تيشو، وكمان انه بحكي لنا السرويدات اللي بتتداخل مع عمليه التئام الجروح وتكوين الانسجه والخلايا. تمام. الالتر ريسبونس تو انجري، بصير في تغيرات في الاستجابه للجروح نتيجه او مما يؤدي لحدوث فشل في النمو تبعت الانسجه والخلايا اند ديلايد هيلينج، وتاخر في عمليه الشفاء والتئام الجروح. كمان اوبزرف ديلي ذا هيلينج بروسيس اوف وون، من نلاحظ عمليه التئام الجروح هذه بشكل يومي. Particularly surgical wound، خصوصا العملية الجروح العمليات الجراحية. To recognize the potential for wound dehiscence، على أساس أنه نتعرض أو نكتشف هل أنه في احتمالية لوجود فتق في الجروح أو التصاقات أو التهابات أو أي شغلة في الجروح، ولأنه الجرح هذا لو ما اهتمناش فيه بكون الالتئام تبعه او الشفاء تبعته بتكون بطيئه، فاحنا بدنا نهتم في الجرح بشكل كبير ونراقبه بشكل يومي. هيك بنكون خلصنا المحاضره تبعتنا هذه، وبنشوفكم في المحاضره الجايه ان شاء الله، بتكون ان شاء الله المحاضره الاخيره اللي حنتكلم فيها على disorder of the pituitary gland، يعني مشاكل وامراض الغده النخاميه، وحنتكلم فيها كمان على diabetes insipidus. وبنشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.